هي المسألة إن أبونا إحنا في المسرحية كان تاجر موز. تاجر موز اللي هو عبده المصري ده كان من أكبر تجار الموز. وبعدين كان غلبان واغتنى وخلف 4 أولاد وساب لهم ميراث كبير جدا، وابتدوا هم يتنازعوا على هذا الميراث. ابتدوا يقطعوا بعض هم الأربعة. لغاية لما بيلاقوا إن الدنيا ما تنفعش كده، ولازم يأكدوا تاني على مفهوم الأخوة ويرجعوا لبعض تاني اخوات، وده اللي بيحصل في اخر المسرحيه. مسرحيه فيها شويه سياسه مع الكوميديا، او بص احنا حلفنا ما نقرب للسياسه. احسن حاجه. ايوه بقول لك ايه، هو حلف وانا حلفت. يعني كفايه بقى، كفايه اللي الناس شافته، حتى كمان لما يجي داخل مسرح بالليل يسهر كمان تنكد عليه. تنكد عليه تاني، هيكرهنا، هيكرهنا جدا يعني. فاحنا ملناش علاقه بالسياسه، بس هي المسرحيه فيها مضمون المتلقي يستقبله زي ما هو عايز. خده من الناحيه السياسيه اهلا وسهلا، من الناحيه الاجتماعيه اهلا وسهلا، بس احنا عندنا موضوع واحد اللي هو الاخوه، بنركز على موضوع الاخوه بس.